أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يستدل بقصة حاطب رضي الله عنه لالتماس الأعذار لمن يتولى الكفار ويعينهم على قتال المسلمين وينصرهم، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هل فعل حاطب أصبح جائزا؟ فعل حاطب أصبح جائزا بعدما نهى الله عنه؟ الله حرم هذا، حرم هذا الفعل، لكنه عذر حاطبا رضي الله عنه بسابقة إيمانه وبصدقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وباجتهاده الذي اجتهده وأخطأ فيه. أما أن يقال إن هذا جائز بدليل فعل حاطب، هذا كذاب، اللي يقول هالكلام هذا كذاب، لأن الله نهى عن ذلك: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة. وفي الآخر آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نعم، ففعل حاطب ليس جائزا، لكنه عذر رضي الله عنه في ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.